تفضلي شانتال. ورح نتابعك مع ضيفك مباشرة بعد ما ينتهي لقائنا مع شانتال خليل مسؤولة عن البرامج تبعي ب شانتال. كيف فيك سافا؟ أهلا وسهلا فيك. أنا رح تابعكم من بعد. تفضلي. اليوم مع شانتال رح نحكي حول يعني الأخطاء اللي ممكن تسبب بتسمم نتيجة الأدوية، خلل أو عدم انتظام، أو يمكن ننسى أو ناخد دواء بهذا الوقت بدل دواء تاني، أو إذا بدكم هيك بطريقة عشوائية حدا بيوصف لنا هيدا الدواء بناخده، يمكن يكون عنا نحن حساسية من دون ما نكون عارفين يعني مكونات هالدواء. كل هالتفاصيل رح نعرفها من خلال لقائنا معك شانتال خليل. أهلا وسهلا فيك مجددا. إذا بدنا نحكي عن يعني عوارض التسمم، كيف الإنسان بيعرف؟ يمكن مثل ما كنا عم نقول رجل متقدم بالعمر، يمكن اختلط عليه الدواء من دون ما ياخذ هذا الدواء، اخذ الثاني او قطع يوم يومين ما نسي، او بالعكس يمكن عوض يعني النهار السابق بالكميه الاضافيه باليوم الثاني، وغيرها من الامور. اذا اولاد كمان يعني اخذوا دواء الاهل ما انتبهوا عليهم، شو فينا نعطي هيك فكره عن العوارض اللي بتشمل كل الفئات العمريه؟ صباح الخير إلي. مزبوط مثل ما تفضلت وقلت، اليوم رح نحكي عن هذا الموضوع، يمكن لأنه في بطال كل شرائح المجتمع، يعني الولد يمكن يعاني منه مثل ما تفضلت وقلت، الإنسان المسن في يعاني منه، حتى المراهقين فيهم يعانوا منه، وهلأ منشوف كيف هذا الموضوع بيتطلب وعي منا كأهل بالبداية وكمان للمجتمع. خلينا نعرف إلي أنه بالإجمال عوارض الأدوية أو التسمم بالدواء يلي بتصير بار أكسيدان، يعني ولد مثلاً هو عم يلعب ببيته صادف انه مثلا الام حاطه الدواء بمحل قدر يطاله الولد، او الانسان المسن نسي ياخذ دواء اخذه غلط، او وصفه مثلا الجاره قالت لنا بركي بتجربوا هيدا الدواء انا نفعني، كل هود القصص بيعملوا عنا عوارض كثير مهم. اذا كانت اللي نحن اذا صار الاكسيدان وتسممنا بكميه عاليه من الدواء بدايه، خلينا نعرف انه بالاجمال كلهم رح يعملوا لنا عوارض يلي هي اللعيان والاستفراغ، ولكن بنحب نوعي المشاهدين انه ينتبهوا، لانه في اوقات من وراء هيدي العوارض بيجي اذا بدك شيء بنسميه فاز دو لاتانس، يعني اذا بدك وقت محدد ما بيكون في عوارض، بس نتخطى هيدي الفاز بتبلش تبين عوارض كثير خطره، بنكون نحن طمنا بالنا انه عن جد ولدنا يلي ابتلع يمكن هالقصص يلي هلا رح نحكي عنها ما ظهرت عليه عوارض، ما في داعي اخذه على الطوارئ، وهنيك لما تتدهور حالته بسرعه بكون الامر عن جد لازم نستدركه كثير بسرعه، كرمال هيك انه هدفنا نوعي الناس للتسمم بالادويه. هلا اوقات يمكن الجسم هو بيعمل الدفاع الذاتي، ممكن يصير في يعني استفراغ او بيصير في دياري حتى يرفض هيدي الماده اللي فاتت على جسمه، يمكن بشكل ما كتير هضمها أو ما كتير استوعبها أو عمل حساسية ورفضها، صح؟ مظبوط إلي، بس خلينا نعرف انه نحن عم نحكي هون انه تسممنا، يعني خلينا نقول مثلا رح نعطي هيك اذا بدك للمشاهدين ادويه اكثر شيء بنشوفها بمجتمعنا، مجتمعنا اللبناني بيستهلكها، مثلا مين منا ببيته ما عنده إلي باراسيتامول، يعني بتشوف الباراسيتامول اللي هو دواء بنستخدمه للوجع موجود وين ما كان، وبالتالي يمكن اوقات الولد انه مثلا احنا اذا حاطينه بالكوافوز او بجرور معين الولد في يجي يجيب كرسي عم يستكشف عالمه ويقدر يوصل عليه. باراسيتامول منفكر انه ما عليه اذا الولد اخذ، ما صفا عم ناخده كل يوم، ولكن خليهم يعرفوا انه في شيء بسبب في كثير سموم للكبد تبعنا، لانه مثل ما قلنا ببلش بعوارض اللعيان والاستفراغ، ولكن بيقطع 3 لـ4 ايام الي فينا نرجع نحس انه نحن عم نوجع ميله الكبد يلي هي ميله اليمين، وفينا نوصل لشيء بنسميه ايباتيت فولمينات، يعني ينضرب الكبد تبعنا بعد 3 لـ4 ايام، تخيل قد ايه بده وقت، وبهيدي الفاز اذا نحن كان انضرب الكبد تبعنا طبعا هيدا ان ريلاسيون قد ايه نحن استهلك هالولد اخذ حبوب البنادول حتى سوري الباراسيتامول، حتى بتعرف انه في باراسيتامول للاولاد فيهم يشربوه، يعني نحن ما فينا نقول انه هيدا شيء هين خلص سوا، لانه ولد صغير بعمر السنه اذا اخذ حبتين باراسيتامول يعني هو حسب عمره، لانه دائما نحن بنقول انه هيدا الشيء حسب الوزن، وزن الولد وحسب عمره، يعني معقول يكون قرب للدوز اللي هي بتسممه او حتى تخطيها وفات بمرحله التسمم. نعم.
هلا طبعا يعني قبل ما نوصل لهيدي المرحله بده يكون في هالوعي عند الاهل ودائما على علب الادويه انه تكون بمتناول بعيد عن تناول الاطفال. هيدي الشغله ضروريه ويكون المكان مرتفع بشكل انه ما يقدر يطاله، او اذا في انواع ادويه بدها برات حتى كمان تكون برفوف العاليه حتى ما نوصل لهيدي المشكله. اوكي وقعت المشكله، صار في عنا تسمم انه اكثر شيء على الطوارئ، شو بيصير بهيك حاله؟ بدها غسيل معدي؟ بتعمل يعني سايد افكتس بمكان معين؟ كيف بتترجم؟ كيف نقدر نحن يعني اشخاص هيك عاديين نقدر نلمس هيدي العوارض ونشك بانه هيدا الولد اذا ما قدر حكي او ما عبر او ما خبر بالاحرى كمان يمكن يكون خاف من عملته؟ مظبوط. نحن اذا كنا بالبيت مثلا كأم وحست انه مثلا شافت على الارض او شافت على السجاده تبع ادويه مفرفتين او الساشيه تبع الدواء فاضي، لازم دغري تشك انه ابنها معقول يكون تناولها. وبالتالي نحن اذا شكينا انه الولد قام بتناول هيدي الادويه وما عرفنا نقدر الكميه اللي اخذها، لازم دغري نتوجه على الطوارئ، وهنيك الفريق الطبي رح يتعامل مع هالولد على انه اخذ الكميه الماكسيموم. ومثل ما كنت حضرتك عم تقول انه لازم دغري نتوجع على الطوارئ، وقبل بس نتاكد نفتح تمه للولد ونتاكد انه اذا في بقايا، لان ايام بيكونوا الحبوب كبار وبفكرهم مثل البونبون الولد، فنشله هن، ولكن ننتبه اللي نحن وعم نشيلهم ما نقوم لنتفشهم لجوا ونسكر له المجاري الهوائيه، ننظف له تمه، ما نشربه شيء، ما نطعميه شيء، ما نخليه يستفرغ، وناخده دغري على الطوارئ، لانه مثل ما قلنا في ادويه بدها من 3 ساعات ل 24 ساعه لتبلش تبين علينا العوارض. كرمال هيك لازم نستبق الامور، ومثل ما حضرتك قلت مثلا اذا حكينا عن قصه غسيل المعده اللي هي اجراءات بتصير بحالات معينه من التسمم او بحالات اللي بنعطي فيها ما يعرف بالفحم يلي هو بنقول له شربون اكتيف، هودي القصص اذا تاخروا على يعني الاهل اذا تاخروا لياخذوا ولدهم فتره من فتره نص ساعه لساعه ما بقى لهم قيمه، يعني كرمال هيك لازم نستدرك الوضع ودغري نروح على الطوارئ، كرمال عن جد اذا هيدي المانوفرات قادرين ننقص فيها الولد انه نكون عم نقدم له اياها. هيدا الشيء كثير مهم، يعني مهم انه مثلا نشوف نحن الولد، اذا انا ابني ما بيعاني من اي عوارض سابقه او اي امراض وحسيته مثلا نايم، لازم نلفت النظر اليه، على انه مثلا ببيوتنا كمان في كثير ناس بتستعمل المهدئات، مثلا في الولد كمان يتناولها بالغلط، بتلاقي هالولد هيك صار، لانه المهدئات شو بتعمل؟ اذا بدك بتاثر على جهاز القلب عنا وبتاثر على الجهاز العصبي عنا، بتوطي كل وظائفه، فبالتالي الولد هيك بحس حاله لشلش وخلص وهيك ارتاح كله، خلص صار بده ينام. نحن عم نقول انه ما عليه الدوز تبعها صغيره، هلا بينام شي 5 ساعات وبيوعى، لا ما فينا نقول هيك للولد، خلينا نوعي انه كثير شيء خطي، لانه اذا تركناه ينام هيك الله لا يقدر فيه يوقف نفسه بهيدا الوقت، لانه هودي القصص بيقوموا اذا بدك بيسرعوا دقات القلب بشكل كثير سريع، وكمان بنوصل لوقت انه يوقف نفسنا، وخاصه خلينا نقول خطرين كثير اذا كانوا المصاب فيهم كان طفل او كان انسان مسن. يعني في حال تاكد انه اخذ ادويه مهدئه ما ينترك الولد نايم، لازم يوعوه، لازم دغري ينزلوا على الطوارئ فيه، لانه بالمهدئات اللي حتى المهدئات يمكن ما بتخلينا نفوت بالشيء بنقول له كومار، المهدئات دغري بتعملنا شيء بما يعرف، بنقول له انه وقف قلبنا ووقف نفسنا. طيب بالطوارئ شو العلاج؟ الطوارئ دغري بناخذه هونيك بيتكفلوا يا حسب اللي هن، في 3 علاجات اللي للتسمم بالادويه، في مثل ما قلنا الفحم يلي هو الشربون اكتيف، في غسيل المعده، وفي كمان اذا عايز غسيل كلى، ولكن هودي هلا ما رح نفصلهم لانه حسب كل نوع تسمم يعالج بطريقه معينه، ولكن نحن بيكفي يكون عندنا الوعي لنعرف انه اذا نحن شفنا ولدنا ملشلش نايم، اذا نحن كنا بناخذ هيدي انواع الادويه بالبيت نقدر نعرف هيدا الشيء، حتى اللي بياخذوا اذا بدك ادويه كمان مضادات الالتهابات، ما قصدي بالانتيبيوتيك، قصدي اذا بدك الانتي انفلاماتوار، كمان هيدا الشيء لازم ينتبهوا منه، لانه اذا اخذون الولد وهودي موجودين كثير
ببيوتنا لأنه منستعملهم كمان على الوجع. إذا أخذون الولد غير العوارض يلي قلنا لعيان ووجع بطن واستفراغ بتعمله بتصيب الجهاز الهضمي عنده وبتعمله فيها تعمله إذا بدك نوع من النزيف بمعدته. أوكي كرمال هيك الأطباء لما يوصفونا هود الأدوية بيقولونا لازم تاخدوا معها حماية للمعدة كما أنه بيصيبوا جهاز الكلى تبعنا بيضربوا الكلى كرمال هيك اللي بيعانوا من أمراض بالكلى ومن أمراض بالقلب ممنوع ياخدوا مضادات الالتهاب يلي هن الأنتي أنفلاماتوار. ففي إذا بدك بالمجتمع اللبناني قصص منستهلكها كل يوم حتى أدوية السكري. أدوية السكري إذا أخذها الولد كارثة لأنه أدوية السكري إذا بتعرف أنه مريض مثلا هبط السكري معه في يوصل من أنه يحس عم يقشع دوبل عم بحس بارتخاء بجسمه إذا بدك دايخ وضايج ويفوت بكوما. بينما الولد إذا أخذ كتير تناول من هيدا الحبوب في يقطع كل هول مراحل دغري يفوت بكوما كرمال هيك نعم. لازم نتصرف كتير بوعي معه. خلينا نشوف المشاهدين يعني قدي بياخدوا بعين الاعتبار هل معطيات كلها سوا خاصة ستات البيوت اللي أكثر شيء بيبقوا مع أولادهم. يعني إذا بتخبرونا وين بتحطوا الأدوية قديه بتنتبهوا قديه بتراقبوا بأي مطرح إذا حدا صار معه أي مشكلة من هيدا النوع شو أول فكرة بتخطر على بالكم تعملوها فيكم تحكونا مداخلاتكم بتكون عبر الهاتف 01-517-055 وهيك يعني بيكون الوعي من أصحاب الخبرات ومش ضروري تكون صايرة معكم هيدي الحادثة بس بحب أعرف قدي أنتم بتنتبهوا على أولادكم أنه تكون علب الأدوية بمتناول إيديهم وكيف بتقدروا تعملوا الحماية لأولادكم حسب يعني النشرة الطبية كمان اللي بتكون موجودة على الكرتونة وعلى الوصفة من الداخل. قدي اليوم يعني لما بنسمع من زمان وجاي أنه إذا في حالة تسمم دغري بنسقي حليب سخن مشان يراجع ويطلع كل شيء مواد سامة قدي كمان هيدي بعد اليوم هيك مثبتة فعاليتها شانتال؟ هيدا مفهوم إذا بدك شائع وكتير غلط يعني عن أهم شيء شو ما كان التسمم بشو ما كان الدواء ما منشرب أبدا حليب. في منهم بيقولوا لك حليب ناس بتعتقد أنه الخل هودا كلهم منهم أبدا مثبتين علميا وبالتالي بيضروا لأنه حتى في ناس بينزلوا بيتوجعوا أقرب صيدلية بيجيبوا أدوية تعنى أنه الولد يرجع يستفرغ باعتبارهم أنه رح بيظهروا له هيدا المواد ولكن ما ننسى هيدا المواد هي وعم تظهر فيها تسبب له ترجع بتقرحات وبجروحات وتزيد الليزيونات بجسمه. فنحن ما علينا إلي أنه إلا نعمل أنه ننظف له تمه من كل هيدا القصص ننتبه ودغري ناخده من دون ما نشربه من دون ما نطعمي أبدا ما منشربه ولا من طعمي شيء ولا منخلي الولد أنه يستفرغ. شانتال بسيء الحديث يعني حكينا عن العوارض ونفس الوقت كنا عم نعطي هيك سبل وقائية شو فينا نعطي أكثر معلومات عن الوقاية من هيدا الحوادث الناتجة عن تسمم بالأدوية نتيجة أخطاء أو تناول غير مشروع من دون أي وصفة من دون أي معرفة شو هي محتويات الدواء اللي عم ناخدها؟ نعم إلي إذا بدك رح نقسمهم بالأعمار يعني الولد مثل ما تفضلت وقلت حضرتك أنه يكونوا الأدوية مش محطوطين حيلا محل يقدر يعربش الولد ويحصل عليهم يكونوا محطوطين بخزانة ومقفلة. خلينا ناخذ ليلى لنشوف شو ممكن تخبرنا عن هذا الموضوع. ألو نقطع الخط مع ليلى بنعتذر منك ليلى. اوكي فاذا بمتناول بعيدا عن متناول الاطفال وكمان نفهمهم للاولاد في مفهوم خاطئ انه لنساعد الولد ياخذ دواء انه ماما خدها هيدي بونبون طيب هيدا مثل فريانديز على فريز على بانان لكن غلط لانه نحن اذا شاف الولد هيدا البرودوي او هيدا الدواء بمنقى ما نكون حده اكيد رح يقول ما الماما قالت لي انه هيدا فريز او فريانديز رح يكون خاصه في ادويه بتبقى جون روز الالوان بتشد ملونة فرح يتناولها فلا نفهمه أنه هيدا لأنه أنت مريض عم ناخده خاصة لما يصير بعمر قادر يستوعب هيدا الشيء. هلأ إذا ما نرجع على المسنين الأفضل إلي أنه الإنسان المسن يلي بعده واعي ومركز أنه نحن نكون عم نحط له أدويته في علب بتجي مقسمة من التنين للجمعة قبل الظهر فترة الظهر فترة عشية يتناولها ولكن إذا كان بيعاني من مثلا تروبل دو ميموار ذكرته ما بتسعفه أحلى نحن نكون عم نعطيه لأنه بتعرف مع العمر مثلا
مثلا وظائف الكلى ووظائف الكبد يلي بيساعدونا ل يلي بيمرقوا فيهم اذا بدك الادويه بيقلوا مع العمر، وبالتالي بيصير الانسان المسن معرض لانه اكثر يتسمم بالادويه، فافضل نحن نكون عم نعطيه لنحرص على هو شو عم ياخذ. وفي بين الاثنين اذا بدك بين الاطفال وبين المسنين في شريحة من المجتمع يلي هي بأغلبها من الشباب، في تكون أعمار أكبر شوي يلي يمكن بتضيق فيهم ظروف الحياة، يلي بيجوا بدون يفشوا خلقهم بشي، يمكن أوقات بدون يوصلوا مساج لحدا معين وللأسف بيوصلوا بطريقة بشعة، بيأذوا حالهم بيكونوا واثقين أنه ما بيكونوا واثقين إلا أنه هيدا البرودوي خلص أنا إذا أخذته معقول يوصل المساج، أنا معقول يأذيني، بيكونوا حاطين براسهم الأفكار السوداء لأنه بياخذوا إليه بهيدي الحالات بياخذوا علبة. يعني هي بتشبه محاولة الانتحار للفت النظر إذا كان في ظرف اجتماعي أو بياخدوا علبة. يعني هون الكارثة، هون لازم دغري يتم نقله على الطوارئ لأنه إنا نحن نكون أخدين دواء واحد غير ما نكون أخدين عدة أدوية، لأنه مثل ما قلنا في أدوية بتلعب على جهاز الأعصاب على جهاز القلب على مختلف أجهزة بالجسم، فإذا أخدوا من عدة أدوية هون كمان الحالة رح تتأزم أكثر، فكرمال هيك لازم نوعى وناخدهم على الطوارئ. كما انه بتلاحظ بمجتمعاتنا انه عنا سهوله، يعني منفوت عند الجاره بتقلنا انه انا جربت هيدا الدواء كان كتير منيح جربوه. وهون بنحب نوجه تحيه عن جد للصيادله اللي صار عندهم الوعي انه هلا اللي باغلب الفارماسي اذا بتروح بيطلبوا منك الاوردونانس الوصفه، حتى لو كنت عم تاخذ يمكن ادويه بنظرك ما بدها وصفه. ليه؟ لنكون عن جد واعيين، نشيك عليه شو الاكسبايري ديت، تاريخ صلاحيه الانتهاء تبع الدواء، نتاكد منه كيف سبيل اخذه، يعني كيف في ادويه بتتاخذ، بنعرف ابر بالعرق ابر تحت الجلد، في ادويه بتتاخذ بالتم، ما نكون عم ناخذ دواء بطريقه غير حتى ما لازم. الطبيب شانتال يعني بدقق عند اعطاء اي دواء لاي أكيد. مريض اذا عنده حساسيه على انواع معينه بصير يسرد له اياه هون ليعرف، لان في ادويه بيكون فيها المكونات يعني مشتركه بيقدر يعطيه بديل ما فيها هيدا الماده اللي بتعمل له اي حساسيه حتى الجسم يرفضها وما يكون عم يستفيد من الدواء. رجعت معنا ماري، بدي اخذ مداخلتك بشكل سريع ليلى ونختم لقائنا مع شانتال. صباح الخير. الو اي بونجور الي. بونجور. انا بدي احكي من شان الدواء اللي كنت هلا عم تحكي عنه. الو بونجور. ايه تفضل عم نسمعك. بدي احكي عن لما بيقولوا انه البديل وما بديل، كنت بدي احكي انا وصفوا الاوغمانتين لابني مره وما كان بيقول لهم انا ما عنده حساسيه على الامبيسيلين، اصر الدكتور اعطيه الدواء. استفرغ ابني دم بالليل. انا اتصلت على 12 بالليل بالدكتور، دكتور قال وقفي 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 الدواء ما بيسوي له. هيدا شو بنقول بالنسبه للدكتور لما بيوصف دواء وما بيكون مأكد انه بيعطي حساسيه او ما بيعمل للطفل؟ بعدنا كنا عم نحكي عن الموضوع انه بالاجمال، ما انت سبقتني انا بالاجمال بيسالوا لان كلنا معرضين، يعني بيسالوا اذا في انواع من الحساسيه. كان سؤالنا عندك ولاد صغار بعد ولا اسم الله صاروا شباب؟ خلص كبروا الحمد لله. كبروا هن وصغار، كنت دائما تكوني حريصه بانه دائما وتراقبيهم على السجل الصحي؟ انا كاتبه في حساسيه عن الامبسالين لابني. نعم. سؤال اليوم للأمهات الجداد، بعد خبرتك مع أولادك شو بتقولي لهم بالنسبة ل يعني أماكن وضع الأدوية، قدي لازم ننتبه، قدي لازم نراقب الأولاد؟ أكيد لازم نحطهم بمكان مقفل، ما نخلي طفل إذا كان بيحبي يوصل لإلهم، إذا كان بيعربش وشيطان كمان إنه يوصل للأدوية خدها بطريقة إنه الأم تنتبه، تكون عم تشتغل بالمطبخ بشغلة تانية، عم تتسلى على التليفون، كمان هيدي شغلات كثيرة انه الناس بيتعرضوا لها وبيروح الطفل ما بيعرفوا كيف. نعم. شكرا لك ولمداخلتك وسلامة ابنك، وان شاء الله ما بعود يتعرض لاي اذى باذن الله. اهلا وسهلا فيك شانتال. كلمة أخيرة أو إذا بدك معلومة أخيرة أو ملاحظة أخيرة؟ أنا بوجه دعوة إلي من هون من منبركم إنه الأهل عن جد ينتبهوا لهيدي الحالات، وحتى إذا كان عندهم مراهقين إنه يكونوا عم يحلوا القصص معهم بالحوار. ولكن بحب أقول إنه يمكن إلي إذا ابنك عنده نوع معين من الحساسية على دواء مثل ما تفضلت المدام وقالت، يمكن مش ذنب الحكيم يعرف، يعني الدواء أول ما يفوت على جسمك بيعمل لك هيدي العوارض، وبالتالي بنعرف إنه يعني في أول مرة، يعني مش ذنبه الحكيم إذا وصف هيدا
للدواء، وبالتالي لما عرف انه الولد عنده هو الرجيك عليه دغري قال له وقفه. فبالتالي هي بس مطلوب منها للمدام تحفظ انه ابنها الرجيك على كل شيء بنسلين مثل ما كانت عم بتقول، يعني بعد هيدا الاختبار لكل المشاهدين يلي عندهم الرجيك اولادهم وين ما راحوا عند دخولهم لاي مستشفى يقولوا لهم انه انا ابني بيعاني من هيدا الشيء لا يتفادوا انه يعطون، ولكن دائما في اول مره يعني ما فينا نلوم الطبيب انه هو اعطاني هيدا الدواء وعمل لي خلص بس عامل عوارض، او الطبيب ما في يعرف اذا من اول مره هالولد عم بيعاني من هيدا اذا ما كان عنده ملف مسبق. يعني شكرا لك شانتال خليل، يعطيك الف عافيه، وان شاء الله ما حدا بيتعرض لاي نوع من التسمم، وان شاء الله يضلوا اولادكم بحمايه، ودائما بيقولوا الولد محمي من الله، ان شاء الله يا رب كل الاولاد وكل الكبار والصغار يضلوا محميين. ضروري نعرف كيف نوضب، كيف نضب، وين نحط، ضروري كمان نضلنا عم ننتبه على اولادنا. اكانت ست البيت غايبه مع المربي او مع الخادمه او مع الاخوه يمكن الاكبر عمرا، كمان عم نحملهم اوقات مسؤوليه وضغط كثير كبير عليهم لينتبهوا على اخواتهم، انما لحقتوا عم تتحملوا هالمسؤوليه ضروري انكم تعيشوها على الاخر ليضلوا اولادكم بالف خير. رح نتوقف مع فاصل اعلاني، من بعدها سحر بتخبرنا عن ضيوفها وموضوعهم شو هو.